بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. وزير التعليم: ما فيش تكفيل للامتحانات. وزير التربية والتعليم يكشف عن مجاميع الثانوية العامة المتوقعة لهذا العام. متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن امتحانات هذا العام سوف تكون مختلفة عن امتحانات السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الطالب لن يتمكن من تقفيل الامتحان في الثانوية العامة، والمجاميع سوف تكون مختلفة. وأضاف شوقي في المؤتمر الصحفي اليوم أنه من المستهدف حل أكبر عدد من الأسئلة والامتحان موحد بين كل الطلاب، مشيرا إلى أن الهدف ليس الحصول على الدرجات النهائية. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك. مع خالص منياتنا بالتوفيق والنجاح والتفوق لطلاب الثانوية العامة هذا العام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.